بتتكلم مع مين يا خيتي؟ ده بتاع العيش. ماشي هفضحهم. مسؤول على ايه؟ كركم البلد. عاش خاين ومات كلب. طول عمرك حمار حمار زي ابوك. احترم نفسك يا عرفان. امال كنت عايزني اعمل لك ايه يعني بعد ما مسكتك انت وامي في الشقه انزل اجيب لكم ازازتين بيره؟ انا طول عمري صدقتي بامك عامله زي ما تكون كده جيرل فريند بتاعتي. ما هو كلامك ده اللي مشككني فيك. انت شكلك اتجننت. ما انت لسه قايل لي بلسانك اللي انا قلته لك ده حصل، يبقى انا عرفت منين؟ ما هو ده اللي مجننك. بس والله العظيم والله العظيم مش زي ما انت فاهم. يبقى موضوع منبه جدي ده حقيقي ومش خيال. ما بلاش جو الفانوس السحر اللي انت عايش فيه ده. بص انا مش هحلك يا عرفان الا لما تقول لي ايه نهايه موضوع امي ده. انت مش بتقول ان المنبه ده يقدر يرجع الزمن لورا؟ مظبوط. ولو عملها مره يعملها التانيه. يبقى احنا لا مؤاخذه نروح بربطه المعلم كده نجيب نهايه الموضوع ده ايه، وبالمره برضو ندور على الفانوس السحري، المصباح السحري، الحاجات القديمه بتاع الزمان الجميله ديت. بص يا رضا، الكلام اللي انت بتقوله ده كلام صحيح وجدك كاتبه في الورق، بس الراجل ده كان على اخر ايامه كبر وخرف وكان بيتبول تبول لا ارادي، فممكن يكون قال في الورق ده وهو بيتبول تبول لا ارادي. اخرس، انا جدي اشرف وانضف منك. متناجل الرأي المثل، الميه تكذب الغطاس. انا وانت نخطف رجلين عبر الزمن نشوف الحقيقه ايه ونرجع على طول. تروح انت لوحدك، انا راجل كبير وعندي الضغط وممكن اتعب منك في الرحله دي. تعال معايا وهجيب لك دواء الضغط. ما ينفعش يا رضا، انت اللي لازم تروح لوحدك عشان تشوف الحكايه كلها من طقطق لسلام عليك. ماشي، انا هروح لوحدي وهسافر وارجع عبر الزمن، بس عارف لو رجعت وما لقيتكش. يا راجل اتنايل. ربنا يسامحك. ربنا هيسامحنا كلنا. خلاص بقى ما تقوقش بقى، خلاص امسك المنبه اهو. لا مش همسك. طب ايه، اجيب لك مصاصه؟ لا انا عايز بوزو. بوزو تيه ونيلي تيه. امسك المنبه الزفت ده، اظبطه على ربع ساعه زياده عن الساعه اللي كنت فيها. ها استنى، ما تعملش حاجه. سلام يا رضا. ركوب آلت الزمن صعب قوي. نزل ولا لسه؟ كان هينزل. ليه ما نزلش بس؟ اكيد ايه؟ يا لهوي ده نهار اسود. اعمل انا دلوقتي اياك ايه؟ هتستخبى طبعا. تعالى استخبى، استخبى ورا الكنبه. ماشي انزل على طول كده. بتتكلم مع مين يا خيتي؟ ده بتاع العيش. طب انا هنزل الورشه، عايز اعقم الشارع. عاوزك طيب يا حبيبي. يلا حالا بالا بالا هنوا ابو الفاطمه، هيكون عيد ميلاد الليله اسعد الاعياد، فليحيى ابو الفاطمه. حبيب عرفان صاحب صاحبك وصحيح. انت اخويا يا سعد، يلا بقى انفخ في الشمعه عشان ناكل الطرطه وننبسط كلنا. ايه ده يا سعد اللي انت عملته وهببته ده؟ الله يخرب بيتك، انت بتدفع في التورته؟ قولها بقى انت والست حرمك. وانا نازل اشوف الورشه اشقر عليها، وانت النهارده هاف ا نايس تايم. انا كنت متاكد يا مامتي ان انت شريفه ونضيفه، وعم عرفان مش كلب ولا حاجه. يا رضا يا رضا، ما ينفعش تلعب في الماضي. ده الكلام اللي قاله جدك في الورق اللي هنا جنب المنبه. اللي انت بتفكر فيه ده جنان. انا قلبت الموضوع في دماغي ولقيت ان الطريقه اللي بقولك عليها دي انسب طريقه ان انا ارتبط بنور. انت عبيط يا ابني، ما نور قدامك، ما تروح تكلمها بالوش ده. ده على اساس اللي انت من كام سنه ورا كنت احمد عز. مش بالوشوش، بالقلوب. امي قالت لي كده وانا قلبي طيب، وعلى فكره امي بتحبني. ما القرد في عينهم غزال. ما هي قالت لي كده برضه. ايه ده؟
وربنا يا عم عرفان لو ما جيت معايا وسمعت كلامي لاشرب زيت باكم وموت نفسي. زيت باكم اللي هو ايه؟ اللي هو كده. لا بلاش ده، بلاش ده، ده غالي وما بنعرفش نجيبه. اهدى بس كده وصلي على النبي وقول لي في دماغك ايه. ولا حاجه، هتيجي معايا. اجي معاك فين؟ عبر الزمن. زمن ايه؟ والورشه سيبها لمين؟ ناصر. ناصر لا. ايوه رضا موتورز. اطلع يا ناصر. ايه قفلت الورشه قد؟ ايوه. خدوني معاكم اتفسح. ايه شغل خدوني معاكم لاركب تاكسي ده؟ لا ما هو مش هينفع ناخدك معانا يا ناصر. انا وعمك عرفان رايحين مشوار صغير كده عبر الزمن وراجعين تاني. اه ادام فيها عم عرفان يبقى فيها حريم. رايحين فين يا لقمه؟ ندعك الفانوس. فانوس ايه اللي هتدعكوه؟ فانوس جده. طب ما تاخدوني ادعك معاكم. لا لا مؤاخذه، خليك انت الفانوس الجاي باذن الله. والنبي يا عم عرفان هدعك بالراحه. ماشي يا سيدي هيجي معانا. ايه ده؟ ايه ده؟ ده العربيه ما بتدورش يا ناصر. والنبي زق كده ربنا يديك الصحه. نزق وماله، ادام فيها دعك يبقى لازم نزق في الاول. ولعلمك هتدعك اول واحد. عايز زقه متعه كده. انظر بقى. ماشي، اللي يدعك لوحده عزوة. 27/5/2011 الساعه 4 العصر. التاريخ ده انا مش هقدر انساه. 27/5. ده مصر كانت بتلعب الكاميرون. انا بتكلم على نور. نور ما كانتش بتلعب في الكاميرون. مفيش كاميرون اصلا في الحكايه ولا غنى. بعد اذنك بقى عرفان بقى. نور يوميها كان عندها درس. ايامها نور كانت في الثانويه العامه وانا كنت مستنيها بره من غير ما تشوفني. طبعا يا رضا بقول لك اخلص، الولايه بتستنياني هناك. ما حسسني ان انت متجوز هند رستم. حرام عليك يا اخي بقى. كمل كمل. نور دخلت شارع هادي، دخلت وراها وقلت بس هي دي اللحظة المناسبة ان انا اعترف لها بحبي. حلو الكلام ده. لا مش حلو. اول ما جيت اقرب منها لقيت في شاب نازل من العربية. الشاب ده كان شبه العربية الدوج ريام بالظبط. الحلوة ليه رفع حواجبها ومحدش عاجبها؟ طبعا انت سخنت وتدخلت. انا سخنت الحقيقه بس ما اتدخلتش. محسوبك عطا اللي بيموت في الشعبطه. اوعى يلا. صحيح، الطاري دايما مفتري. يعني سبتها لوحدها الشباب يعكسوها ومشيت. اصل انا بصراحه خفت اتدخل. الشاب اللي عامل زي العربيه الدوج ينفضني ويعلم عليا. كنت هتعلى في نظرها قوي. لا كنت هسقط في نظرها. هنا بقى احنا عايزين نرجع ونصلح اللي حصل ده. خطر، مش هينفع يا رضا. جدك بيقول اهو لو غيرت احداث في الماضي الحاضر هيتغير والاماكن هتتغير وهتختلف الوشوش. معنى كده ان احنا لو لعبنا في الماضي الحاضر هيتبهدل. ما تقلقش يا عم عرفان، وان شاء الله كل حاجه هتبقى كويسه. استغفر الله العظيم. طيب يا سيدي هات المنبه في النص، بس خلي بالك اقصى حد لينا ساعه واحده بس. يعني لو ملحقناش نعمل اي حاجة افانا هيقمر عيش. تظبط بقى الايام والشهور والسنين. تمام. حط المنبه في النص. جاهز؟ والراجل اتأخر كده ليه؟ عمال يعوي بره. يا ريت يا لهوي. لا ده انا رزقي واسع قوي. ده الليله باينه عليها حلوه من اولها. انتوا طلعتوا لي منين كده وانا بقميص النوم؟ قميص النوم ايه يا وليه؟ ده انت لابسه اسوان. يا ريت. الا مين رزق ده؟ اكيد صاحب الصوان. يا رزق. يا قلب لا عندي فهم من جوه. بقول لك اسكتي. انت متجوزه رمسيس الثاني ولا ايه؟ في ده انا منون. والله العظيم يا حبيبي ما اعرف، دول طلعوا لي كده فجاه على السرير. فعلا يا استاذ رزق المدام بتتكلم مظبوط، احنا طلعنا من السرير. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا رضا؟ هو الاستاذ رزق حمار عشان يصدق اللي انت بتقوله ده؟ احنا بتوع الغاز وجايين نكشف على الماسوره الام. حب عمري ابن قلبي، والله العظيم ما خنتك ابدا. اسكتي يا خاينه يا سافله. انا اول واخر مره اعيش معاكي. انا عايش معاهم. انا هتصل لماما. لا لا ماما لا، استنى بس. يا رزق يا رزق.
فكك من الرزق دوت وخليكي في الرزق اللي في ايدي. طيب انا هطلع بره بقى وارد عليكم الباب يعني. الله بواسيها. انت نسيت لازم نلحق نور ومشوار نور. معلش يا غزال، ساعة زمن وراجع لك تاني. ماشي بس ما تتأخرش. وانا اقدر برضو. مع السلامة.